أوضاع في العراق كما تعلمون منذ ساعة الاحتلال ليست على ما ينبغي. وجدت هذا السؤال في أن الأمور في العراق سيالة، يوميا تجد حدثا جديدا. للأسف الأوضاع في العراق ما زالت على حالها منذ ساعة الاحتلال، من حيث وجود الأسباب والدواعي التي لا تدع الأمور تستقر نهائيا. على كل الصعد وعلى كل الجوانب تأتيك الأجوبة على أن الأوضاع في العراق ليست على ما ينبغي، وهذا جواب العراقيين. كل حديث عن حرب جديدة أو إخراج لقوات الاحتلال وما إلى ذلك لا يمكن أن يصدقه عاقل في العراق وفي المنطقة. النظام السياسي هو وليد احتلال، والاحتلال ما زال قائما بطريقة أو أخرى. ولا قدرة لحكومة بغداد، حكومة الاحتلال التاسعة كما نسميها في أدبياتنا، لا هي ولا غيرها على إخراج هذا الاحتلال، ولا حتى القوة الإقليمية الكبيرة التي تستند إليها وهي إيران. المنطقة، العراق تحديدا، مضبوط إيرانيا وأمريكيا لدواعي ومصالح خارج الساحة العراقية تقتضيها ظروف إدامة التخادم الأمريكي الإيراني إلى حين، إلى أن يفرغون من هذه القضية، ثم بعد ذلك ينصرف كل واحد. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ سنوات طويلة لم يفتحوا أي معركة. الغاية الأولى هي لا مقتضيات صراع بين الطرفين، كل طرف كما قلنا يحاول أن يحسن من وضعه التفاوضي أمام الطرف الثاني، من وضعه العسكري، من وضعه السياسي، ولكن بالنتيجة المتأثر الأول من ذلك هي دول المنطقة. العراق أولاً، اللي هو الساحة البرية الوحيدة للمواجهة الأمريكية الإيرانية، ثم دول المنطقة الأخرى. ضربات الحشد كما أعلنت الحكومة الإيرانية وكما أعلن كثير من ساستها والمتحدثون باسمها داخل إيران وخارج إيران، أن هناك قواعد اشتباك ينبغي عدم تجاوزها، وأن هناك رسائل متبادلة بين الطرفين. وكل العالم يعرف بأنه إيران تتحكم بمشهد الحرب الخارجية، أقصد حرب طوفان غزة الخارجية، وهي ضبط كل وكلاءها وأدواتها في المنطقة وعدم الذهاب إلى توسعة الحرب، لأن توسعة الحرب سيضر بإيران ومصالحها والولايات المتحدة الأمريكية وبالكيان الصهيوني ومصالحه. الأردن جزء من الحالة العربية التي ذكرتها قبل قليل، المتأثرة للأسف سلبيا بما يجري في العراق. والأردن متأثر منذ ساعة الاحتلال إلى هذه اللحظة بهذا الواقع السيء، كما تأثر الدول الأخرى. الأردن لم يستفد حقيقة الفائدة الاقتصادية التي كان يرجوها من الوعود التي تطلقها الحكومات المتتابعة في العراق. موضوع الأنبوب الذي المفروض أن يمتد من الأردن، من العراق إلى الأردن، إلى الموانئ الأردنية، اللي يحل مشكلة الأردن ويحل مشكلة تصدير النفط العراقي، منذ سنوات، منذ عهد المالكي، ولم يقم الآن. الجزء، كثير من الناس لا يعلمون أن ما يصل الأردن من النفط العراقي من خلال الشاحنات هو 10% فقط من حاجة الأردن. هناك تشتيت، هذه الأحداث التي تجري في العراق هي للتشتيت، بل حتى بعض الأحداث التي جرت في إيران هناك علامات استفهام على أنها للتشتيت أو يستفاد منها للتشتيت. على ماذا؟ للتشتيت على للأسف الدور الإيراني الخطير في المنطقة عموما، والخطير في الإجهاز على المقاومة الفلسطينية في غزة من خلال عدم توسعة نطاق المعركة وضبطها بكل السبل، وللتشتيت أيضا على الأمة وخداعها بأن إيران منخرطة في هذه المعركة. وللأسف أعود فأقول هناك جهات كثيرة تحاول أن تروج، أن تبالغ، أن تضخم ما يجري. لذلك نرى احتفالا كبيرا بأي صاروخ تائه هنا أو هناك يسقط على أطراف قاعدة أو مطار أمريكي في العراق، بينما الأحداث في سوريا لا تعطى نفس الأهمية. لما؟ لأن الذي يقصف في سوريا هو إيراني.